طبعا النتيجه اللي حاصله في ملعب الاولمبي ملعب الطيب الميلي بصفاقس، تم الترجي بدرجه اولى 32 متر مخالفه، كره تبعد على مرمى الحارس عارف التخيلي البليلي في التنفيذ، البليلي ينفذ في القائم الاول، اختيره اختيره وهدف، هدف لصالح النادي الافريقي عن طريق حسين الراقد، هدف لصالح الترجي عفوا عن طريق حسين الراقد، اختيره كانت العمليه، حسين الراقد يفتتح النتيجه هنا في الملعب الاولمبي برادس لصالح الترجي، هدف اول للترجي عن طريق حسين الراقد، كرة ناجحة، شوفوا العملية، شوفوا الإعادة، كرة تضرب على القائم الأيسر، ترجع قدام حسين الراقد، ما يضيعش فرصة، البليلي ينفذ، تمشي الكرة، تتعدى ما يمسها حد، يمسها القائم، ترجع قدام حسين الراقد، ما يضيعش الإمكانية، ويفتتح النتيجة، ويعطي الأسبقية للترجي، ما كان فما حتى مدافع في التغطية، الكرة مرت أمام المدافعين، رجعت قدام حسين الراقد غلط بارحة، وهو من زاوية أخرى شاهدوا الإعادة من زاوية أخرى، هذا هدف حسين الراقد، هدف الترجي الوحيد إلى حد الآن، كرة على القائم الأيسر وحسين الراقد صار اليوم. شكرا لك سي فتحي، إذا نبقاو مباشرة شكيب تقعد معايا في انتظار يلتحق بنا سامح الدربالي، فعلا تفضل سامح الدربالي موجود، مرحبا بك سامح، دربي كالعاده الترجي الرياضي، عرف كيفاش يخرج باللقاء هذا. والله صحيح يظل لي ديربي، يظل لي يشبه برشا الماتش عليه، لعبنا ماتش به، يظل لك تشوف اليوم فيه لي دويل، فيه الاجريسيفيتي، يظهر لي بلاريتي حكمت على البارتي، تروا بوان مهمين برشا، مازالوا عندنا تروا بوان اخرين نلعبوا على الاخر، وموا ما نهزوش بطوله نكونوا دوزيام بلاس، هاك شوف اليوم يظهر لي ترجي كي لعبت كوره وما فما حتى شيء، يظهر لي ربحت الماتش نتاعها. يظهر لي الافريقي ظهر بوجه جديد اليوم في الدربي، في الدربي نتاع اليوم. صحيح مش بوجه جديد، الكلوب يظهر لي ما تبدلتش، هذوما ماتشات الدربي يتعداو هكا، ما فماش ايكيب معنا قويه وايكيب ضعيفه في الدربي. اللي يكون مركز خير ومسيطر خير ويربح الدويال نتاعو ويربح الماتش، الحمد لله ذكرت تمكنا منه اليوم، ان شاء الله ربي معنا، مازالوا 3 بوان مازال ماتش نكملوه للاخر، ان شاء الله ربي معنا. شكرا لك سامح، شكرا محمد علي، ماهر الدربي يتلعب على تفاصيل صغيره. سي نورمال ماتشات كلهم اوني اون تران دو فيفر اون اكسبيريونس بون، فيها برشا حاجات باهيه، فيها برشا حاجات خايبه، لو ديربي est toujours délicat à gérer. Donc l'Ium sur l'ensemble du match, on a mérité notre victoire. On a mérité de gagner la semaine dernière. Bon, on a eu de l'actif. Ce qui s'est fait, ce qui a été fait la semaine dernière, c'était une catastrophe pour le football tunisien. À la colle, l'Ium, on a eu des ressources. Une équipe en place comme il faut. On a حبينا نهديو الماتش هذا للبيبليك نتاعنا اللي غايب، ودايوغ نحب نقول لهم الجمعه الجايه ما فماش اون دوا ايل دواف اتر 20 ميل او مينيموم للبيبليك، باش ما يصيرلناش اللي صار لنا الجمعه اللي فاتت، البيبليك دو ليسبيرونس ليسبيرونس ا بيزوان دو سون بيبليك، احنا رانا اون ا بيزوان دو فو فوني اجاو الجمعه الجايه اون دوا اتر 20 ميل هنا ان شاء الله بور فيتي انصومبل دعوه بور فيتي لو تيتر انصومبل ان شاء الله. الدعوه هذه ظل الجمهور الترجي كيفاش نرجع مع زميلي مالي.